هذا ننتقل لموضوع اخر، راح اروح الى مدينه السليمانيه. احنا نعرف احنا يوم الاربعاء الماضي انه صادف انه يوم العالمي لمرض السرطان، وان شاء الله الله يبعدنا من هذا المرض ويبعد الجميع المشاهدين. لكن احنا كاميرا اهل المدينه في مدينه السليمانيه زارت بعض المراكز الصحيه اللي مختصه بمرض السرطان، وشفنا اللي طلباتهم وشفنا الاشياء اللي يردوها من قبل الجهات المعنيه. اليوم هو يوم العالمي لمرضى السرطان، فايش تحب توجه رسالة لمرضى السرطان؟ أولا أشكركم، وثانيا ندعو الله أن يشفي كل المرضى، خاصة هذا المرض يعني الخبيث نقدر نقول. وفي هذا اليوم أريد أرسل رسالة إلى كل العالم، وخاصة الذين عندهم إمكانية. ليس هذا المرض يحتاج إلى يوم واحد، ولكن يحتاج إلى كل دقائق في حياتنا أن يساعدون وأن يصرفون كل ما في وسعهم لسد هذا المرض أو ليعاونون الذين يعني صار عليهم هذا المرض. أشكركم مرة ثانية. مرحبا. أنا وسهلا يا مرحبا. صار لك ايش قد حضرتك هنا؟ صار لي تقريبا شهر بالمستشفيات راجع. صوتك من أي محافظة؟ المحافظة بغداد. سهلا بك. شو واجهت هذا المرض؟ ممكن يعني توصل رسالة للمرضى الآخرين؟ والله رسالتي أوصل للمرضى الآخرين أنه يتابعون حالتهم ويراجعون باستمرار حتى يقضون على هذا المرض. رسالة تحب توجهها للكادر الطبي؟ والله الكادر الطبي يعني ما يحتاج أن أنا التوصية، انه شغلهم دؤوب ومتابعين المرضى، فشيء مو طبيعي يعني. نتمنى لك احنا ان شاء الله الصحة والسلامة ان شاء الله، وترجع احسن من قبل. شكرا جزيلا، شكرا قناة الشرقية. انتك من اي محافظة؟ من محافظة صلاح الدين. سهلا بك. صار لك شو كنت عرفت؟ أنا شخصت المرض من طفولة وراثة يعني، ورحت لمدينة الطب وشخصت هذا المرض بغداد. وسبب واجهت أنت هذا المرض؟ والله هو يعني ما أني يعني شلون قصة سبب المرض مالتي، يعني نزف يصير عندي يعني، وأوجه المسؤولين يعني الاعتناء بهاي الأشخاص الذين يمرون بهذا المرض، لأن هو مرض مو يعني مو هين، صعب. هو دار مساعدة. أتمنى جميع مرضى السرطان الشفاء، وأتمنى أنه تكون خدمتنا ضمن المستوى المطلوب، وأن الله سبحانه وتعالى يعطيهم الصبر حتى يواجهون هذا المرض، وأتمنى أنه هذا المرض يقل في العالم. أحب أوجه رسالة أنه لجميع إخواننا وخواتنا أنه الفحص المبكر هو السلاح الرئيسي لمواجهة هذه الأمراض وخاصة الأورام، وبالذات ننصح خواتنا اللي بالفحص المبكر للثدي، وخاصة بالنسبة للعوائل اللي عندهم تاريخ مرضي. فحص مبكر جدا سهل، ممكن يسوي الفحص الذاتي، وبعد ذلك في حالة ظهور أي علامة أو جسم غريب أو اي علامه غير صحيه ممكنها ان تراجع المراكز الصحيه المتخصصه او طبيب الاورام بشكل مباشر او الجراح. يعني هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام في امان الله. اذا وصلنا اياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء.